التنمر كيف نواجه؟ ما هو التنمر؟ التنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة. وقد يأخذ التنمر أشكالا متعددة كنشر الإشاعات أو التهديد أو مهاجمة الطفل المتنمر عليه بدنيا أو لفظيا، أو عزل الطفل ما بقصد لذة أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ. نصائح للأطفال والمراهقين: عند التعرض للتنمر من المهم قول الحقيقة والإبلاغ عن التنمر والإساءة هو من الشجاعة. كن بعيدا عن المجموعات المعروف عنها ممارسة التنمر حتى لو كانوا من الشخصيات المرحة أو ذات الشعبية. إذا ما كانت خائفا من تعرضك للإيذاء، حاول تجنب أن تكون بمفردك أو أن تكون في مكان لا تتواجد فيه رقابة من شخص كبير. إذا كانت الإساءة لفظية، لا تقم بالرد بإهانة مماثلة. إذا كان الإيذاء بدنيا، يجب أن تبقى في أمان. قم بإيقافهم عن طريق الدفاع عن نفسك واطلب مساعدة شخص كبير. تحدث مع شخص تثق به، اخبر والديك أو مدرسك أو شقيقتك أو أحد الأصدقاء، اطلب المساعدة. من الشجاعة أن تبلغ الشخص المسؤول حتى مع طلب عدم ذكر اسمك، حتى لا تزداد أمور سوءا ويتعرض أشخاص آخرون للضرب والأذى.